كيفية الاستفادة المثلى من يعني الخضار اللي بينزل سعرها وبتشتريها، أو الخضراء الورقية كهذه مثلا، البقلة لها فوائد رائعة جدا. فلما بتنزل سعرها وبتشتريها، اغسليها إذا كانت بكميات كبيرة يعني صعب استخدامها في يوم واحد، بتغسليها جيدا. انتي بي شايفة يعني هاي هي نوع من الديدان اللي بتتكاثر عليها على الورقية. فإذا بتغسليها جيدا بماء يعني مي وملح والخل، وبعدين شو بتعملي؟ بتفصلي الورقة عن الأغص عن الساق، وبتقطع الساق زي ما احنا شايفين هنا، بتقطعيه وبتجففيها، بتضعيها في الشمس لمدة يعني بضع ساعات حتى تجف، وبعد ذلك يعني بتخبيها في يعني مكان جيد يعني لا تستخدميها. استخدامات طبعا هي جدا مفيدة، لكن سنذكر على عجالة استخداماتها. مع الششبرك رائع جدا، تقلاية مع البصل في آخر طبخة يعني بعد ما تطبخيها بتعملي نوع من التقلاية رائع جدا. زائد في السفايح الجبنة تتماشى جدا مع الجبنة، يعني هي والزعتر بتتماشى، يعني الزعتر لحال مع الجبنة أو يعني البقلة جدا تتماشى مع الجبنة، بحيث إنه فيها حموضة لطيفة حقيقة، ويعني مادة غروية في الداخل. إذا مع السفايح تضاف لإعطاء إضفاء الحموضة وشيء من يعني الطعم يعني المميز لها.